وصلنا دلوقتي انه اوقف الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا الغرامه الماليه الموقعه على لاعب النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا المقدره ب 2 مليون دولار. تقدم طبعا احنا عارفين محمود كهربا كان طعن على القرار الصادر من الاتحاد الدولي بتغريم اللاعب ماليا مؤكدا ان عقده مع الزمالك انتهى قبل رحيله الى الدوري البرتغالي. كهربا كان طعن على في المستند اللي قدمه اتحاد الكره وارسله للزمالك في شكواه، وزي ما احنا الخبر قدامنا بيقول ان المستند دوت طلع يوم 25 اغسطس، وبالتالي القرار لسه يمكن الخبر قدامنا دلوقتي ان القرار ان الغاء العقوبه الماليه على كهربا مقدارها 2 مليون دولار. طبعا خبر في مصلحه اللاعب وخبر مهم جدا جدا حتى على مستوى المعنوي للاعب، وخاصه ان كهربا خلاص على ابواب الاشتراك ان شاء الله في مباريات النادي الاهلي، وان شاء الله نستفيد منه ويكون فعلا خبر سعيد على المستوى المعنوي ويترجم ان شاء الله في الملعب يكون على المستوى الفني ان شاء الله. نقول له مبروك يا كهربا. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن.